السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیسن نمبر 16 کی ایکسرسائز کریں گے۔ آج لاسٹ لیسن میں ہم نے یا مدہ پڑھی اور ہم نے سیکھا کہ مدہ لیٹرز کون سے ہیں اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم یا مدہ کی پریکٹس کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. همزة يا كسراء تاء وضمت إيت نون يا كسراء إيتوني. اب یہاں پہ یا مدہ ہے، واو بھی مدہ ہے، اور یہ والی یا بھی مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایتونی، سٹاپ ساؤنڈ ایتونی، سٹاپ ساؤنڈ سیم ہوگا کیونکہ لاسٹ میں مدہ لیٹر آ رہا ہے۔ میم ضمہ مو با یا کسرہ بی مو بی نون کسرتین نن مبین، سٹاپ ساؤنڈ مبین. یا فتح یا تا یا کسرتی یتی میم فتحتین من یتی من، سٹاپ ساؤنڈ یتی ما، سٹاپ ساؤنڈ کو ہم لانگ کریں گے کیونکہ الف مدہ بنے گی، یتی ما. کا فتح کا سا یا کسرتی کثی را فتحتين رن كثيرا، ستوب ساوند كثيرا. ميم فتح ما جيم يا كسر جي مجي دال ضمتين دن مجيد، ستوب ساوند مجيد. ميم ضم مو حايا كسرحي محي طا ضمتين طن محيط، ستوب ساوند محيط. همزة فتحة ا خايا كسرخي أخي ها كسرهي أخيه، ستوب ساوند أخي. نون فتح ن ذال يا كسر ذي نذي را ضمتين رن نذير، ستوب ساوند نذير. كاف فتح ك را يا كسر ري كري ميم ضمتين من كريم، ستوب ساوند كريم. تا جيم فتح تج زايا كسر زي تجزي، ستوب ساوند تجزي. يا فتح يا سين يا كسر سي يسي را فتحتين رن يسيرا، ستوب ساوند يسيرا. يا ميم فتح يم شين يا كسر شي يمشي، ستوب ساوند يمشي. با فتح با صاد يا كسر صي بصي را فتحتين رن بصيرا، ستوب ساوند بصيرا. لام فتح ل طا يا كسر طي لطي فا ضمتين فن لطيف، ستوب ساوند لطيف. عين فتحة
ضايا كسر ضي عضي ميم ضمتين من عظيم ستوب سون عظيم عين يا كسرعي نون ضمتين نون عين ستوب سون عين واو فتحة و غين يا كسراغي وغي ضاد فتحة ض وغيض ستوب سون وغيض واو فتحة و قاف يا كسراقي وقي لام فتحة ل وقيل ستوب سون وقيل همزة فتحة أ كاف يا كسراكي أكي دال ضمة دو أكيد ستوب سون أكيد عين فتحة ع لام يا كسرالي علي ميم ضمتين من علي من ستوب سون عليم ميم يا كسرامي قاف ألف فتح قا ميقا تا فتحتين تن ميقاتا ستوبسون ميقاتا با فتح با نون يا كسراني بني ها كسره بنيه ستوب سوند بنيه همزة فتحة بلا واو يا كسر في آوي ستوب سوند آوي ستوب سوند will be same شين فتحة شا ها يا كسره شهي دال ضمتين دن شهيد ستوب سون شهيد لام فتحة بي لا لا با كسرة بي لا بي ثايا كسرة ثي لا بي ثي نون فتحة نا لا بي ثينا ستوب سون لابثين تو یہ آج ہمارا پیج نمبر 22 کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آج ہم نے یا مدہ کی ایکسرسائز کر لی ہے امید کرتا ہوں اب احباب کو سمجھ آ گئی ہوگی پھر بھی کوئی کوسچن ہو تو آپ کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اور نیکسٹ ملتا ہوں نیکسٹ لیسن میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ